اتفتح باب القاعة ولقى الصحفيين قدامهم مدرب ما سمعوش عنه، عينيه زرقاء وشعره أصفر وبشرته بيضة، فحاولوا يعملوا له صدمة حضرية وسألوه أغرب سؤال ممكن يتسأل لمدرب جديد: هتعمل ايه في التقليد المتبع باصطحاب مشعوذين مع المنتخب؟ علشان يجي رد المدرب: أنا من منطقة بريتاني، وهي نفس المنطقة اللي اتولد فيها ميرلان أول ساحر في التاريخ. وميرلان هو شخصية خيالية لساحر فرنسي من العصور الوسطى، أما اللي كان بيتكلم فهو كلود لوروا، المدرب الأجنبي الأشهر في تاريخ القارة السمراء، خلال مؤتمر تقديمه كمدير فني للكاميرون سنة 85. لكن قصة لوروا وإفريقيا الرومانسية بترجع جذورها لسنة 71 لما كان لسه عنده 23 سنة. نادي أجاكسيو قرر يعمل جولة إفريقية ويزور دولة الكونغو برازافيل علشان يلعب مباراة ودية، وكانت دي أول مرة لوروا يتجاوز خط الاستواء في حياته. ولما وقف يراقب كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية على الضفة المقابلة، ما كانش يعرف انه بعد 50 سنة هيكون درب الكونغو مرة والكونغو الديمقراطية مرتين. وسنة 85 كان كلود لوروا عمره 36 سنة، مدرب مغمور لسه مقال من تدريب فريق جرينوبل فوت في الدرجة الثانية الفرنسية، لكنه اتفاجئ بمكالمة من إيجوجين نجوليا سفير الكاميرون في إسبانيا واللي سبق ليه لعب كرة القدم، قال له فيها إنه عايزينه يتولى تدريب منتخب الكاميرون. طبعاً لوروا صدم لأن السيفي بتاعه كان متواضع جداً، لكنه لبى الدعوة وسافر الكاميرون علشان يتفاوض ويفهم هم عايزين إيه. لما وصل الكاميرون مع مراته إيفا، لقى في استقباله وزير الرياضة واصطحبه بشكل مفاجئ لغرفة مليئة بمئات الصحفيين، وتم الإعلان مباشرة عن تعيينه مدير فني للكاميرون. نبأ كان صادم لوروا لدرجة إن مراته افتكرته وافق على الوظيفة من غير ما يقول لها. يومها جاوب بذكاء شديد على سؤال السحر وعمل لنفسه شعبية أذلية في القارة السمراء، وعلى غير المتوقع حقق لوروا نجاح ساحق في الكاميرون وقادهم لنهائي أمم أفريقيا 86 في القاهرة، وما خسرش قدام كتيبة الفراعنة إلا بركلات الترجيح. النجاح تواصل لكن بشكل أكبر في 88 لما قاد الكاميرون للقب أمم إفريقيا الثاني في تاريخها على حساب نيجيريا، وبعد ما أطاح بمصر في طريقه. الإنجاز أغرى السنغال للتعاقد معاه استعداداً لاستضافة أمم إفريقيا سنة 92، لكن لوروا لما راح السنغال اتصدم بعدم مشاركتها من الأساس في تصفيات كأس العالم 90، لأنهم كانوا شايفين إن ملهمش أي حظوظ في التأهل. رغم ذلك واصل لوروا تحضير لأمم إفريقيا 92 ووصل لربع النهائي، ورغم أنها كانت فترة صعبة لكنه ساب ذكريات حلوة في نفوس لاعبيه، تحديداً المهاجم سليماني ساني اللي بعدها ب4 سنين خلف ولد وسماه لوروا على اسم كلود لوروا. وأيوة بالظبط، الولد ده بيلعب دلوقتي في بايرن ميونخ. ومحطات الملك لوروا في إفريقيا كتير. بعدها رجع للكاميرون علشان يقودهم في مونديال 98 وقاد الكونغو الديمقراطية للدور الثاني من أمم إفريقيا 2006، لكنه ودع على إيد مصر. بعدها تولى تدريب غانا استعداداً لأمم إفريقيا 2008 على أرضها، وكان مساعده هيرفي رينار بطل إفريقيا مرتين بعدها مع زامبيا وكوت ديفوار. لكن مسيرته نحو اللقب توقفت بشكل صادم في نص النهائي قدام الكاميرون، الدولة اللي ادته الفرصة لأول مرة قبل سنين طويلة. بعدها حقق إنجاز كبير مع الكونغو برازافيل ورجعها لأمم إفريقيا لأول مرة من 15 سنة، بل قادها للدور الثاني لأول مرة من 23 سنة، قبل ما تكون ولايته الأخيرة مع منتخب توجو اللي انتهت بفشله في الوصول لأمم إفريقيا 2021. وصحيح إنه لوروا مشهور بصولاته وجولاته في إفريقيا، لكنه عنده إنجاز مميز جداً في قارة أسيا مع منتخب عمان. عمان دولة ملهاش تاريخ كروي كبير، لكنها كونت جيل ذهبي بقيادة علي الحبسي قدر يوصل لنهائي كأس الخليج مرتين ورا بعض من غير ما ينجح في حصد اللقب الأول في تاريخها، لحد ما جه لوروا وقدر سنة 2008 على أرض عمان يفوز باللقب اللي انتظروا العمانيين سنين طويلة جداً. وصحيح أن لوروا بيغيب عن أمم أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، لكنه يظل أكتر مدرب قاد بلاد إفريقيا في كأس الأمم بواقع 6 منتخبات، وكمان هو أكتر مدرب ظهر في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 9 مشاركات.
لرواء صرح مرة إن كرة القدم بالنسبة له هي عبارة عن نشوة جنسية دائمة، ممكن عشان السبب ده تحديداً هو مزهقش أبداً من التدريب والترحل رغم دخوله العقد الثامن من عمره.